طبعا هذا مرجان جاي تغلى، راح اسويه ميدالية وقلادة. هذا املي يعني حجر شبيه الالماس، يعني زارجون نسميه احنا املي. هذا ان شاء الله شوفوها، هذا مرجان يعني هو لونه شلون يقولون، لا هو اصفر لا هو ابيض طحني يعني. هاي من اكملها راكم اياها ان شاء الله، من اركب هذا الزرقان. اذا مثل ما تشوفون بعد ما كمل الذاكة هسه جاي ثبت الزرقان، يعني بشي دقيق خليها شوية صمغ. شوفوا، وان شاء الله من اكملها راح اراوكم اياها اكثر. هسه مثل ما تشوفون كملتها، يعني ثبتت الزرقون بس بعد بيها شغل، يعني تنظيف هذا شوية اللزق قوي، وبعدين تثقيبها. وقلت لكم اسويها لو ميدالية لو قلاده.